البنات كنقول لهم شوفي بنتي شتي هذاك اللي كيقرا معاك زوين ما قلنا والو كيقرا معاك وعزيز عليك وكل شيء الا قال لي كنبغي يقول لي حتى انا شد يدك عندك علاش على قبل جاو عندي البنات من الجامعات لا من كليه الطب ولا من اي جامعه جاو ديك كلمه كنبغيك وغادي نتزوج بك وانت مراتي ومرات حياتي ما عرفتش داك الشيء ايوا كيرزق لها يعني كتحمل منه شد الباسبور ديالو يهرب مشي يكمل قرايته وهي كتصدق لا قرايتها لا ولدها لا حالتها لا الاسره ديالها كتهمشها ونقدر نقول لك بكل صراحه لان انتم جيتوا واحد الباب ديال الاعلام العائلات الكبار ديال المغرب حتى هما ما كيتقبلوش تكون عندهم ام عازبه في وسط الوسط ديالهم الوغ اللهم نهضروا عليه ونخدموا عليه ونديروا الوقايه وحاجه اخرى اللي بغيت نقول لكم انتم كاذاعه كتلفازه التربية الجنسية كاينة في القرآن اليوم كنشوف وقيلة في ميدي أن وقيلة ولا في دوزام شي راجل كبير ماشي حتى صغير تكون عنده 50 عام حط وليداته حداه قالت لي هذيك الصحفية شنو كتعمل معاهم قال لهم كندير التربية الجنسية لوليداتي باقيين صغار قالت لي ولكن صغار قال لها باقيين صغار خصنا نعلمهم دابا الراجل المغربي شتي الأسر المغربية غير ما تكذبيش عليها والقرآن فيه كل شيء غير هذيك الصورة ديال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق هذيك راه تربية جنسية بحد ذاتها خصو يتخذ بجدية وقلت ماشي عيب شوفي أنا كبرت في واحد المجتمع أنا جدي كان فقيه علامة راه مدفون في طنجة معروف بعراقية كان كيقول لخالتي الكبيرة في بناته لا حياء في دين وكيقول لها شوفي بنيتي لا عمرك تقولي ولاد الحرم هذوك ولاد الريضة جوج الناس تراضاو واحد العلاقة في الحلال ولا الحرام هذاك الشيء ماشي سوقك انت انما الصبي ما تقوليش ولد الحرام ولا الصبية هذا الراجل مات في عام 1932 قرا 12 عام في القرويين يعني قرا الديانات الكتب السماوية كلها قراها هذا الورث اللي خديت انا من في التربية ديالي لا حياء في دين ما نخليش الولد ولا البنت غادي في الغلط نفهمه نوريه وكاين واحد المثل اخرى كيقولوها المغاربة جداوتنا وريه وريه ولا ما سيرو خليه نبقى نوريه ونوريه ونوريه باش الا غلط ديك الساعه يخلص الغلطه ديالو كيضيف ليه الاحترام الاحترام الذاتي كتحترميني وكنحترمك شوفي الشنا عندها 78 عام دابا ولكن الشنا كانت عندها 14 عام و15 عام انا دائما عشت مع الاولاد عشنا كجمعيه مع الاولاد ما كان دائما كان الاحترام بيناتنا سافرنا درنا سفر اون جروب يعني بالجماعه دائما الاحترام الاحترام والوقر يعني جاي بوحدو ما فيها لا هادي ولا هاديك انا كنهضر معاك كامراه اللي وفي نفس الوقت في نفس الوقت المجتمع المغربي راه حتى هو فيه تحرش الجنسي من زمان الزماني انما ملي كتكوني ربيتي بنتك مزيان وربيتي ولدك مزيان كتعرف تدافع على راسك